فضلنا أن يكون شعار صالون جزائر الدول الكتاب في هذه الطبعة على الشكل التالي: نقرأ لننتصر. فالكتاب يجمعنا والقراءة تحررنا، ومعاني التحرير لها حضورها ورمزيتها في بلادنا. تنظم هذه الطبعة من 6 إلى 16 نوفمبر بقصر المعارض صنوبر البحري. نسجل هذه السنة مشاركة مميزة ب 1007 عارضا يمثلون 40 دولة من ربوع المعمورة، ومنهم 190 من الجزائر.